بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله استكمال درس مين؟ المصابيح الكهربية. خدنا المرة اللي فاتت المصابيح المتوهجة العادية، والنهاردة هندرس النوع ده اللي مسماه مصابيح الفلوريسينت. تعالوا في البداية كده نتذكر مقدمة مهمة. الشمس أكبر وأقدم مصباح عرفه الإنسان في الكون. شمسنا العزيزة هي أم الطاقات، هي مصدر الطاقة على سطح الأرض. طب عندما اكتشف الإنسان النار، وجد في ضوءها الأمان من وحشة الظلام في الليل، وقدر يكمل بها أعماله التي لم تنتهي في النهار. طيب حتى وقت قريب في الفترات السابقة كانت مصادر الضوء اللي بيعتمد عليها إيه قبل المصباح الكهربي؟ المشاعل اللي بنشوفها في الأفلام العربي القديمة، عصاية خشب وقدامها قطعة قماش ويولعوا ويمشوا مع بعض فيعملوا إضاءة قوية. المشاعل وأيضا الشموع والمصابيح الزيتية اللي بتشتغل بالزيوت دي قديما، ولكن محاولات الإنسان إن يعمل مجهود في اختراع مصباح، تم اختراع مين؟ المصباح الكهربي. ودي أشكال للمصابيح عبر العصور الحديث والقديم. تعالى كده نقول إن الطاقة الكهربية تعتبر من أهم وأنظف الطاقات المستخدمة في حياتنا، علشان كده قدر الإنسان إنه يعتمد في الإضاءة على المصباح الكهربي. والمصباح الكهربي أدي صور مختلفة ليه. طب وظيفته إيه وتعريفه إيه؟ هو أداة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. يقول كده: إديني كهرباء أدي لك ضوء. طب المصباح الكهربي ده عنده مميزات نقدر نقولها؟ الميزة الأولى إنه مصدر دائم للضوء، إضاءته دائمة طالما سليم. طب النقطة التانية، الإضاءة بتاعته ما شاء الله صافية وبراقة وخالية من الدخان والأبخرة والروائح. إضاءة أي مصباح عمرك شميت منها رائحة كريهة، أبخرة أو دخان أو روائح؟ لا. طب إضاءتها قوية؟ أيوة صافية وزاهية وبراقة. يبقى مميزات المصباح حاجتين: مصدر دائم للكهرباء يعطي ضوء صافي براق خالي من الدخان والأبخرة والروائح. تعال بقى للجزء الثاني بتاعنا النهاردة، مصابيح الفلوريسينت. فين شكلها؟ أدي شكلها قدامنا أهي. طب دي بتعتمد على إيه؟ جواها بخار اسمه بخار الزئبق، وجواها غاز اسمه غاز الأرجون. أول ما الكهرباء تخش من البوابة دي والبوابة دي وتوصل للبخار أو الغاز ينبعث منها الضوء. يبقى إيه فكرة العمل بتاعها؟ فكرتها انبعاث الضوء إمتى؟ من البخار أو الغاز عندما يمر التيار الكهربي. طيب الاسم اللي اشتهرت بيه، الاسم اللي اشتهرت بيه مصابيح النيون. طب ليه يا مستر سموها كده؟ هي جواه غاز النيون الخامل؟ لا، هو اسم شهرة وطلع عليها. الغاز اللي جواه اسمه غاز الأرجون الخامل وليس غاز النيون. طب بنستعملها في ايه؟ في الإضاءة. طب اسمها المصابيح الايه؟ الفلوريسينت المعروفة. الناس الشعبيين يقول عليها اللمبة النيلون، ثم مصابيح النيون، لكن اسمها العلمي مصباح الفلوريسينت. طب بنستعملها في ايه؟ شايف المكاتب المضيئة بيها؟ شايف الإضاءة بتاعتها؟ شايف الإضاءة العلوية ليها؟ طب بنستخدمها في إضاءة مين؟ المنازل والمكاتب والمحلات التجارية والإعلانات التجارية وكمان مترو الأنفاق. يبقى لو قال لك فيما تستخدم، مستر حامد بيقول تستخدم للإضاءة في المنازل والمكاتب والمحلات التجارية. ويا ترى يا مستر مكونات المصباح الفلوريسينت كم جزء؟ قال لك في 3 أجزاء رئيسية، زي ما قلنا في المتوهج العادي 3 أجزاء رئيسية والباقي مكمل وفرع بيساعد. مين الوظيفة الأولى والنقطة الأولى؟ الإزازة. طب الإزازة أقول إيه؟ أنت فخ زجاجي رقيق؟ لأ، أمال أقول إيه؟ أنبوبة زجاجية. أنبوبة إيه؟ زجاجية. فيها هواء؟ لأ، مفرغة من الهواء. طب بالنسبة للفتيلة، في فتيلة النحيادي وفتيلة النحيادي، فتيلتان من التنجستين. طب فين البوابة اللي بتخش لها الكهرباء؟ النقطة دي والنقطة دي، ومن هنا النقطة دي والنقطة دي، فتيلتان من التنجستين وكمان نقاط توصيل. يبقى ادي 3 الأساسيين.
أنبوبة زجاجية، فتيلتان من التنجستين، ونقاط توصيل كبوابة لدخول الكهرباء ولشكل مصابيح النيون أو الفلوريسنت. تعال بقى ندرس جزء جزء فيه. أولى أنبوبة زجاجية، إيه صفاتها يا مستر؟ أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، لأن الهواء يساعد على الاشتعال، يبقى نو هواء. طب أمال الغاز اللي جواها إيه؟ حاجتين، غاز الأرجون الخامل وقليل من بخار الزئبق. يبقى إيه المادتين اللي جوه الزجاجة؟ غاز الأرجون الخامل وقليل من بخار الزئبق. طب أنا هسأل سؤال مهم، اللي يبص على اللمبة النايلون دي من بره، هل بيشوف محتوياتها من جوه زي اللمبة العادية؟ لا طبعا. ليه؟ لأنها مرشوشة، مرشوشة من بره بمادة فسفورية. يجي ولد يقول بس اللون بتاعها مش فسفوري يا مستر. الولد اللي بيقول مش فسفوري هو في اعتقاده ان الفسفوري دل على صفار او على اورنج. لا، مادة فسفورية عطية اللون الابيض. المادة دي لما بيجي لها الكهرباء تضيء عند سقوط الضوء عليها. يبقى تعريف الأنبوبة الزجاجية نقول إيه؟ أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، تحتوي على حاجتين، غاز الأرجون الخامل وقليل من بخار الزئبق. طب يغطى سطحها بمادة فسفورية تومض، تومض يعني تضيء عند سقوط الضوء عليها. نجي للعنصر الثاني، مش فتيلة واحدة، أمال ده دبل فتيلة. توجد فتيلتان من التنجستين، طب موجودين فين؟ على طرفي المصباح من الداخل، يعني ما تقدرش تشوفهم بره لانهم موجودين من جوه. هنا فتيله وهنا فتيله. طيب تالت نقطه، مين نقاط توصيل المسمارين ده وده 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 اللي بيدخلوا الكهرباء من المصدر؟ يوجد نقطتا مثنى توصيل عند طرف كل من أطراف المصباح. طب لو قال لك علل، ليه موجودين فتيلتان؟ لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية. على بقى الأسئلة مهمة ونقاط مهمة. لا يدخل غاز النيون الخامل في المصباح الفلوريسنت، ولكن هو اشتهر بهذا الاسم، مصابيح النيون. أدي أول ملاحظة. طب تاني ملاحظة، في أنواع من المصابيح الفلوريسنت دي يا مستر؟ آه، مش كل المصابيح الشكل الطويل اللي بالك فيه ده. أمال ده عملوا منها اللمبة المدمجة اللي ماما وبابا في البيت يقولوا عليها اللمبة إيه؟ هتعرفها، الموفرة، لأن استهلاكها للكهرباء قليل. والذي يختلف عن المصابيح العادية، المدمجة الموفرة للطاقة. مميزاتها إيه؟ توفر في استهلاك الكهرباء. طب نمرة اتنين، عمرها الافتراضي أكبر من المصباح العادي. أكبر بكم مرة؟ من 8 إلى 18 مرة، ما شاء الله، دي إيه أفضلية؟ طب حيث يتراوح عمرها الافتراضي، تشتغل كم ساعة؟ من 8000 ل 15000 ساعة، ولكن العادية من 750 ل 1000 ساعة. شفتوا الأفضلية أكتر ولا مش أكتر؟ طبعا أكتر. تعالى النقط مهمة. أول حاجة، لما تيجي تتعامل مع المصابيح الفلوريسنت دي يا حبيبي تبقى على حذر شديد. ليه يا مستر؟ أنت خايف من إيه؟ يوم يجي ولد يقول له خايف من إيه؟ المستر حامد خايف إن الإزازة تتكسر فتعوره. يقول للطفل، ساعات أنا بلاقي ولاد طالعين من المدارس ويلاقوا اللمبات دي في الشارع، يقعدوا يلعبوا بها سيوف. والله العظيم سيوف إيه؟ خايف يا مستر عليهم من التعوير؟ يا ريت، ده مش مجرد التعوير وبس. أمال المادة اللي جوه الزجاجة دي مادة سامة، اسمها إيه؟ بخار الزئبق السام، يعني في أشد من الإزاز وضرره، مادة سامة، بخار الزئبق السام. يبقى لو قال لك علل، يجب التعامل بحذر مع المصابيح الفلوريسنت حتى لا نتعرض لبخار الزئبق السام. طب اللي يجي يجسها ويلمسها وهي شغالة أقول له هتلاقيها سخنة؟ يقوم يقول لك علل، يجب عدم لمسها عند تشغيلها، الإجابة بسبب ارتفاع درجة حرارتها بعد التشغيل. يبقى دي تعليلات مهمة على المصابيح الفلوريسنت. على بقى الحاجة الجديدة، الدائرة الكهربية. ازاي نعمل دائرة كهربية وبتتكون من ايه ومفهومها ايه؟ تعال اقول لك الاول مكوناتها بأغنية. اي دائرة فيها مصباح ومفتاح يطفي ويسرق او يضيء
ولا يضيء، يفتح ويغلق، وأسلاك توصيل يمشي فيها الكهرباء، وبطارية تديني مصدر للكهرباء. مستر حامد بيقولهم بأغنية: مكونات الدايرة الكهربية البسيطة، مصباح، مفتاح، بطارية، سلك تاني، مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. طب البطارية تطلع مصدر الكهرباء، طب الكهرباء اللي طلعت تمشي في السلك الكهربي توصيل التيار للمصباح، طب المفتاح أقفل وافتح منه التحكم في فتح وغلق الدايرة، طب المصباح الكهربي هو اللي هيحول لي الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية عندما يمر الكهرباء. يبقى المكونات كم حاجة؟ أربعة، أغنيتهم مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. طب إيه تعريف الدائرة الكهربية؟ قول ورايا: هي المسار المغلق الذي تمر من خلاله الشحنات الكهربية لإتمام دورة كاملة. فين التعريف؟ هيجي لك تاني دلوقتي. أمال الرسمة دي إيه يا مستر؟ لو جات لي في الامتحان، بص بص بص، الرسمة دي لو جات في الامتحان تقول له دي مكونات الدائرة الكهربية البسيطة، لو شاور هنا يبقى المصباح الكهربي، لو شاور على دي يبقى البطارية. طب البوز بتاع البطارية القطب الموجب، واللي ملوش بوز القطب السالب. أمال ده إيه؟ ده السلك الكهربي اللي بيمشي فيه الكهرباء. أمال ده إيه؟ ده المفتاح اللي بنفتح ونغلق منه. طب والرسمة كلها إيه؟ الدائرة الكهربية البسيطة. طب الأربع مكونات إيه؟ مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. أدي المكونات. على بقى لنقطة مهمة بعد ما تصلوا على النبي، أسألك سؤال خادع. أنت لو قاعد بتتفرج على التلفزيون في البيت، تلفزيون مفتوح والمروحة مفتوحة تمام والنور مفتوح شغال تمام، وبتتفرج على التلفزيون وفتح المروحة، معنى كده أن الدائرة الكهربية في المنزل عندك مفتوحة ولا مغلقة؟ سمع ولد بيقول مفتوحة، ما التلفزيون مفتوح والمروحة مفتوحة. هقول له: لا يا حبيبي، الدائرة الكهربية في الحالة دي مغلقة. مغلقة ازاي يا مستر؟ اقول له: ما تخافش بس، تعالى وانا فاهمك. كلمة مغلقة مش معناها ان النور مطفي، لا، كلمة مغلقة للدائرة الكهربية معناها ان التوصيل بين المفتاح والمصباح والبطارية 10/10، توصيل سليم، يبقى دي اسمها دائرة مغلقة. طب طالما مغلقة يبقى الكهرباء تمشي تمر، يبقى التيار الكهربي في الدائرة الكهربية المغلقة معناه إيه؟ إن جميع أجزائها متصلة تماماً، فيمر التيار الكهربي وتضيء المصابيح وتعمل الأجهزة. طب لو هنا أدي المصباح وأدي البطارية، وهنا بيقول لي ده الدائرة دي مفتوحة، أقول له مفتوحة يعني التوصيلات مش تمام، يعني أنت هنا غالق المفتاح، يبقى دائرة كهربية مفتوحة. في الحالة دي الدائرة الكهربية المفتوحة بالقلبة لا تكون جميع أجزائها متصلة فلا تمر الكهرباء. طيب التيار الكهربي له تعريف؟ هو مرور الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء. تعال نشوف الرسمة دي والبيانات، 1 2 3، انظر إلى الشكل، ماذا يمثل الشكل المقابل؟ ده يمثل مين؟ الدائرة الكهربية، ده الشكل العام. طب اكتب البيانات على الرسم. رقم 1 مشاور على مين؟ على البطارية. رقم 2 مشاور على مين؟ على المصباح الكهربي حسب المشاورة يا أولاد. رقم 3 مشاور على مين؟ على المفتاح الكهربي. ادي المفتاح الكهربي حسب البيانات. قالوا لي التعريفين المهمين لخصتهم لك هنا. تعريف التيار الكهربي هو مرور الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء مثل أسلاك النحاس. طب تعريف الدائرة الكهربية، دائرة يعني توصيلات يعني مسار، هي المسار المغلق الذي تمر من خلاله الشحنات الكهربية لإتمام دورة كاملة عشان التوصيل يبقى سليم. طب مكوناتها مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. مفتاح كهربي، مصباح كهربي، بطارية، سلك توصيل كهربي، والتعريفون دول في منتهى الأهمية. أكمل ما يلي: تصنع فتيلة المصباح من مادة مين؟ التنجستين أو التنجستين
لأن درجة مين؟ درجة انصهارها مرتفعة، تتحمل درجات الحرارة العالية. تحتوي أنبوبة الفلورسنت على غاز مين؟ إيه الغاز اللي جواها؟ على غاز خامل اسمه إيه؟ غاز الأرجون الخامل. وتغطى سطحها بمادة إيه؟ بمادة فسفورية تومض عند سقوط الضوء عليها. تحتوي المصابيح الكهربية على غاز خامل، مين هو؟ أقول له غاز الأرجون الخامل. السؤال اللي بعده، انظر إلى الشكل ثم أجب، ما اسم الشكل الذي أمامك؟ أقول له المصباح الكهربي المتوهج العادي، عشان تبقى الجملة كاملة. المصباح الكهربي المتوهج العادي، ما اسم الشكل؟ قلناه رقم واحد مشاور على مين؟ على الفتيلة، يبقى تقول له فتيلة التنجستين. تمام. اللي بعده رقم اتنين مشاور على ايه؟ فين اتنين؟ اهي قاعدة معدنية. طب واللي تحت بها نقاط توصيل، قاعدة معدنية مرتبطة بنقاط توصيل. اكتب المصطلح العلمي سلك لولبي رفيع من التنجستين في المصباح. الله، طب ما هو قال اسمه يا مستر. ايوه ده شغلته ايه في المصباح؟ فتيلة المصباح. عايز وظيفته، ما دام قال التنجستين يبقى عايز وظيفته، اداه تحول من كهرباء لضوء. اقول له عرفتها، المصباح مين؟ الكهربي. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي. ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.